حادث بالمعزول، كيف تصف هذا الحادث؟ هل هو عمل فردي أم يخفي وراءه قضايا وصراعات مثل ما يتحدث البعض؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لابد أن ندرك بأن النظام الجزائري نظام هو في حد ذاته يعيش بالفساد، وملفات الفساد ليس لا تعالج على نطاق واسع وفي إطار استقلالية العدالة، وإنما يندرج في تصفية الحسابات وتصفية يعني الصراع بين الأجنحة. ولذلك ينبغي علينا أن ندقق في الأخبار وأن نتحرى الدقة والصحة. أنا كنت اليوم يعني أمام المديرية العامة للأمن حتى يعني بمراقبة، حتى الأمن راقبوني هناك وأنا أتخطى في الروايات، ولا أريد الآن أن أتحدث في الروايات، أترك شأن هذه الروايات المختلفة والمتضاربة إلى وقت. طيب حتى تتضح الصورة سيد بالحاج، مثل ما تقول الصورة لم تتضح بعد، لكن الآن وقد تم اغتيال المدير العام للأمن الوطني في الجزائر، هل تعتقد أن هذه العملية قد تنعكس على الوضع الأمني في الجزائر؟ هذه عملية خطيرة، هذه عملية خطيرة، أن يقتل مدير عام في مكتبه هذه مسألة ينبغي أن لا يستهان بها، وهذه فيها رسائل كثيرة، فيها أيضا تهديد إلى مسؤولين آخرين. والقضية للفساد الحقيقة، الفساد في القمة الذين أخذوا أموال سيناتراك وهربوا بها، هذا أيضا فساد. ولذلك ينبغي علينا أن لا نعزل هذه الأمور وأن نتكلم أنها قضية معزولة أو محاربة الفساد، لا، هنالك أجنحة متطارعة على السلطة والرئيس غائب تماما. اقرأ مثلا خبر الموجود في الذي أصدرته وزارة الداخلية، قالوا هذا الذي يعني قتل العقيد التونسي أصابته لمسة، هذا كلام لا يصدق، هذه نفس الكلمة التي قالها يزيد درهوني على ناصينيسا عندما قتل، قال هذا رجل يعني رجل شوارع إلى آخره. فنحن ينبغي علينا أن نتدقق في الأخبار. ثم هناك سؤال حقيقي، لماذا مدير العام للأمن يعني لا يأتي من المؤسسة الأمنية وإنما يأتي من المؤسسة العسكرية وهو متقاعد، حتى العقيد الذي قتله أيضا متقاعد من الجيش؟ أشكرك أشكرك. هذا الرجل العقيد سيد علي بالحاج، جريدة من الجرائد على أنه جمد عمله فذهب ليستوضع فتم ما تم. أشكرك جزيل الشكر سيد علي بالحاج نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة، كنت معنا من الجزائر.